أكد الرئيس السيسي أن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبنى على سابقاتها ولا تهدمها، وأنها تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته وسط واقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيدا واضطرابا على نحو غير مسبوق. وأضاف الرئيس السيسي أن الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات، لافتا إلى إدراك المصريين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه شعب مصر الابي ان اسس وقيم الجمهوريه الجديده تبني على سابقتها ولا تهدمها تضيف اليها ولا تنتقص منها تقوم على اولويه الحفاظ على الوطن وحمايته واستواقع دولي واقليمي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق ووحده الجبهه الداخليه بالنظر الى تغير طبيعه التهديدات التي اصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا ان الجمهوريه الجديده هي نتاج لمرحله غير مسبوقه في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات ادرك المصريون خلالها وتاكدوا بعين اليقين ان الوطن الامن المستقر يعلو ولا يعنى عليه